بلاتش، برافو يا علي حيدر. قلتلكن قلتلكن اندري بلاتش رح يعاني بالوقت يلي مايك فيبرا بياخد الشوطة. يا الله يا الله يا مايك فيبرا، شو لعيب شو لعيب مايك فيبرا. بيك شاك من شيف مايك مره جديده، كثير منيح. شوفوا هاللوك سكرين يلي عم يعملوا يا لمايك، تاخذ الاتمت من برا. مايك فيبرا مايك فيبرا يا مجنون، مايك فيبرا منك طبيعي، خرافي مايك فيبرا باللي عم يعمله. مايك فيبرا صاحب العشر نقاط، عم بيسجل نقطه سماش. مايك فيبرا اللاعب الوحيد يلي عامل دبل فيجرز بهالمباراه. مايك فيبرا بياخذ الاتمت على تري. مايك فيبرا يا ملك، مايك فيبرا يا كينج. بالوقت يلي وائل وائل لاي فيبرا بياخذ شوطه جديده. يا فيبرا شو عم تعمل؟ مطلق طبيعي، انت من وين؟ انت من اي كوكب؟ خرافي مايك فيبرا يلي كان مع واشنطن ويزر. من عمرك راس الحالي، وين وائل عراقجي؟ من كل اللاعبين، من كل اللاعبين الموجودين على ارض الملعب للفريق الفلبيني يلي ما عم يقدروا يوقفوه، ما عم يقدروا يهدوه. شوفوا وائل شو ذكي قبل ما يوصل لبلاتش. وائل لامير، اوبن شوت امير. امير عم بتير، امير عم بتير بالرياضي من جديد. علي بجرب يدخل بيعمل تراد. علي حيدر عم يكسر السله بسوبر سلام رائع جدا. وائل حركة يا وائل. دوين جاكسون اوبن شوت. دوين جاكسون هو اللي بالوقت يلي غاب فيه الكل عم بيطل القمر.